لكن اعتقد فكره اما اعدائي فانا كفيل بهم دي مساله مهمه جدا، لانه لما يتقال كلام الكابتن بكر سليم هنا والزميل كريم خطاب يقول له معنى كده ان ده اعلان عن السعر الرسمي، فتبقى خلاص لبانه في افواه الكثيرين بما فيهم ابناء الاهلي. واحد من ابناء الاهلي الكبار الكابتن شوقي عبد الشافي كان بالامس ضيفا على قناه بي ان سبورت في برنامج الشوط الثالث، قال كلام مهم جدا جدا محتاج نقف معاه نشوفه. انا بتكلم على الاستاذ، بس اعلق كلمه صغيره على الكابتن حماده. احنا ما بنتكلمش، النادي الاهلي هي الرؤيه المستقبليه للي هيحصل بعد كده. الموضوع مش موضوع ان انا بتكلم على المباراه وموقف مباراه. انا بحمل المسؤوليه نمره واحد للكابتن محمود الخطيب اللي هو المشرف على الكوره، لان ما حدش بياخد اي قرار في الكوره الا الكابتن محمود الخطيب، ده نمره واحد. نمره اتنين، المسؤوليه تقع على مجلس الاداره، والمسؤوليه الثالثه على الجمعيه العموميه. ده قبل ما نوقع عقوبه على اللعيبه. اول مره في تاريخ النادي الاهلي يحصل انه رئيس نادي النادي الاهلي بالذات ينزل الملعب ويكلم اللعيبه في الملعب ويديلهم بعد هما خسرانين بطوله. نمره اتنين، اول مره في تاريخ النادي الاهلي ان رئيس نادي وهو موجود في المقصوره ماتش يخلص ويعاقب الفرقه. يعني معنى كلام انه ياخد قرار بدون الرجوع لمجلس الاداره والكلام ده كله، يعني معنى كده ان المنظومه بتدار بصفه فرديه. صفه فرديه دي في منظومه النادي الاهلي كتير جدا، حاجات كتيره جدا. عشان كده انا بتكلم مش عشان الماتش ده ولا الازمه دي، انا بتكلم على اللي جاي. اللي جاي كان لازم الفرقه ولازم نفوق، لان احنا عندنا مشكله. يعز عليا جدا اسمع هذا الكلام واختلف مع صديقي الكابتن شوقي عبد الشافي اللي انا بعتز بيه على المستوى الشخصي، وما كنتش مصر ان في يوم من الايام هضطر اتحاور معاه في نقط اختلف معه فيها. الاختلاف مش اختلاف شخصي، ولكن اختلاف مضمون في سياسات هو عاشها. يعني هو ابتدى كلامه كابتن الخطيب المشرف على الكوره، وبعدين ابتدى قال لك هو ازاي ياخد قرار دون الرجوع للمجلس. طب ما هو مفوض في اداره شؤون الكوره، هو كابتن صالح ما كانش بيرجع للمجلس في الحاجات اللي هي فيها تعاقدات؟ لا، كان يعتمد التعاقدات لكن ما كانش بيرجع مثلا في الحاجات الاجرائيه العاديه. انت هتيجي تقول ايه؟ ما هو كان المفروض الغرامات دي تتاخد على من مدير الكوره. لو كان مدير الكوره بياخد غرامه على الفرقه كان هيروح يعتمدها من الكابتن الخطيب ويعلنها. لكن لما يكون المره دي الجهاز الفني والاداري واللعيبه بيتاخد فيه قرار، يبقى المشرف على الكوره المفوض باداره الكوره مش محتاج يرجع مجلس اداره عشان يوقع عقوبه ماليه. يعني اتصور هذا. لكن هو يعني هل الموضوع كما فهمته بيقول لك انا الوم كابتن الخطيب؟ ما الومش الكابتن الخطيب، الوم مجلس الاداره والوم الجمعيه العموميه. ايوه هنا بقى. هل الكلمه دي تكون مربط الفرس في الموضوع واحنا داخلين على الانتخابات؟ هي دي. طب ليه دلوقتي يتقال هذا الكلام؟ وايه علاقه الكابتن شوقي في هذا الامر؟ ولماذا يريد ان يحرض الجمعيه العموميه او ينبه الجمعيه العموميه او ينشط الجمعيه العموميه تجاه تحديدا الكابتن محمود الخطيب؟ الرؤيه تمشي ازاي؟ يعني ليه دلوقتي وكيف فكر اللي استضاف الكابتن شوقي ان الكابتن شوقي بالتحديد هيطلع يقول الكلام ده؟ يعني التوليفه دي عمال اسئله مش عارف افهمها. انا اول مره اسمع الحديث ده دلوقتي معاك هنا، بس اتحكى لي بالتليفون واستغربت لان انا اعرف الكابتن شوقي، يعني انه ممكن تكون في حاجات مزعلاه، ما هو كابن من ابناء النادي الاهلي بيحب يبقى له دور مؤكد. لكن انا اللي اعلمه ان الكابتن الشاوي لما مشي من النادي الاهلي كان عنده منصب وهو استقال عشان ينزل انتخابات على ما اتصور. كان مدير الاكاديميه واستقال في 2017 عشان يتمكن من الترشيح
للانتخابات الماضية وقدم الترشيح فعلا، واللجنة الإدارية اللي كانت مشرفة على الانتخابات لم تستكمل إجراءات ترشيحه. وبعدين حصل ما رجعش تاني؟ لا ما اعرفش. انا 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 اللي انا شايفه ان الموضوع لا، الكابتن الخطيب يقدر ياخد قرار مالي طبعا على الفرقه، يعني